باسم الآب والابن والروح القدس، آمين. نهار السبت، أسبوع الأول من زمن الميلاد، أسبوع بشارة زكريا بمولد يوحنا السابق الذي سيعد الطريق للمسيح الآتي لملكوت الله، واللي بده يتعمد يسوع عن يده، ولكن بده يكون يسوع عمده سابقاً وهو بحشائمه. نحكي وتأمل فيها بوقتها. أقرأ الآن من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الفصل 8. ليس أحد يوقد سراجا ويغطيه بإناء أو يضعه تحت سرير، بل يضعه على منارة ليرى الداخلون نوره، لأنه لا خفي إلا سيظهر ولا مكتوم إلا سيعلم ويعلن. انظروا كيف سمعتم، لأن من له يعطى له، ومن ليس له ينزع منه حتى ما يظن أنه له. وجاء إليه أمه وإخوته فلم يستطيعوا أن يكلموه بسبب الجمع، فقالوا له: أمك وإخوتك واقفون خارجا يريدون أن يروك. فأجاب وقال لهم: أمي وإخوتي هم هؤلاء الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها. حقا والأمان لجميعنا. كمان هالإنجيل جوهر أساسه كلمة الله. أكيد آخر جملة هي واضحة وصريحة: أمك وأخوتك هون. قال له: من هي أمي ومن هم أخوتي؟ أمي وأخوتي هم هؤلاء الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها. يعني بيصيروا هن وكلمة الله حال واحد، ما بيعود يتميزوا عنا، دايما دينتهم وقلبهم مفتوحين على الله مش أنت يعملوا إرادته. الله من هو الله؟ دايما بنحكي بالله، الله هو الثالوث الأقدس. رح ركز كتير على المفهوم هيدا لما نضل نقول الله وما حدا يعرف منه الله. هو الثالوث الأقدس، وأساس هذا الثالوث فيه الأبوة والبنوة. الأساس تبعه الحب، حب الآب للابن والابن للآب. إذن أهم كلمة لازم يسمعوها ويعيشوا منها الناس تقول عنهم يسوع أنهم هن أمه وأخوته هو الحب. كلمة أحبب وافعل ما تشاء، كلمة أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم، كلمة أحبب قريبك كنفسك. وهلما جر من كلمات الحب يلي يسوع لفت النظر لإلهن، هو الذي أتى ليكون ملكوت الحب وملكوت الغفران. من هون أكد وقال لهم: اسمعوا، يوقد سراج ما حدا بيغطي. ما هو السراج؟ هو الكلمة، هو النور، نور الكلمة. وأهم نور في الكلمة هو كلمة الحب. عندما ينطلق الحب وينير الحب الطريق، ما بعد حدا فيه يخبي. فأتى المثل العربي الشهير بيقول ثلاث أشياء ما فينا نخفيهم: الحب والحبل والركوب على جبل أو على جمل، أو الحب والحمل والركوب على جمل. يعني إنسان بيحب ما في حدا، ما في خبي، وما في خبي، ما في خبي. الإنسان اللي بيحب المغروم كلنا بنعرف، كل الناس بتشوف، لأنه هذا ضوء عندما ينار لا يمكن لأحد أن يطفي. لو حطيناه تحت برميل بده نحس أنه برميل عم بيشتعل من الحب، الحب الحقيقي والعميق. كلمة الله هي كلمة أحبب، وما فينا نمحي هذا الحب. نور المسيح حل فينا، وما من أحد يمكن أن يطفئ نور المسيح الذي هو حب الله لنا جميعا، حب الخالق لخليقته الذي أتى ومن حبه لنا أرسل الابن ليموت ليصلب عنا لخلاصنا. هيدي نقطة الأساس. إذا نقطة كلمة، كلمة الحب يلي نحن البشر للأسف بس نصلى من نستهون فيها، ولكن بس تكون بعيدة عنا منشتهيها ونركض وراها. ربنا يعطينا نكون من سماهم أمه وإخوته وأصدقائه. والله معكم.